خليني أسألك بقى عن الأسرة. أنتي زوجة وأم وشاطرة في شغلك وفي نفس الوقت طباخة شاطرة قوي لدرجة بتعملي وصفات أكل على الفيسبوك وقت الكورونا ومهتمة قوي بحقيقي. يعني قوليلي أنتي إزاي بتنظمي وقتك كده بحيث أنه كل تاسك عندك ياخد وقته وياخد يعني أقصى درجة من المجهود من غير ما يكون مأثر على غيره؟ يعني الأولويات، أنا عندي أولوياتي، وأنا عارفة لازم تنظيم الحياة. النظام هو أحسن حاجة ممكن تعمليها لنفسك ولحياتك. أما تعرفي أولوياتك وتنظمي وقتك هتلاقي حياتك سهلة قوي. زي كده أما بتحطي ساعتك مكانها ومحفظتك مكانها ومفتاحك مكانها، فتيجي ما تبقيش مدورة ومستعجلة ومش لاقي حاجتك. أما تبقى الحاجة مكانها، الدنيا أنا بقول على طول كده لجوزي أحلى حاجة أن الحاجة ما تبقى في مكانها، اما النور مقفول انا مش محتاجه حتى افتح عيني، انا بروح اخد حاجتي من مكانها. فانت منظمه وقتك، منظمه حياتك، عندك اولوياتك. اولوياتي ايه؟ اولوياتي جوزي، ابني وبيتي، وبعد كده بيجي شغلي طبعا وعائلتي اهم حاجه. ربنا اول حاجه في كل حاجه دي طبعاً، من غير طبعاً كلام يعني طبعاً. بس انا يعني هو نظام، عندي نظام. بس أنا يعني برضو الإنسان بني آدم ما ينفعش كل حياته تبقى شغل، دوت مش هتبقى حلو. لازم تشتغلي على نفسك وتحبي نفسك، تحبي حياتك، تحافظي على مظهرك. أما تبقي شكلك حلو وانتي فرحانة هتقدري تدي طاقتك حلوة، تقدري تبقي بيتك كويس يبقى في سلام، ابنك فرحان، جوزك فرحان، شغلك كويس. أما يعني زي ما بيقولوا كده يعني أما انتي طاقتك حلوة وحياتك تبقي محافظة عليها هتدي. ما ينفعش تدي وانتي مش طايقة نفسك يعني. يعني انتي متضايقة وزعلانة هتلاقي كل اللي حواليكي زعلانين ومتضايقين، لكن انتي لو محافظة على وقتك، محافظة على بيتك كويس، كل حاجة هتمشي مظبوط. كل حاجة مظبوطة.